مع بداية كل يوم جديد نحب نرسم التفاصيل الفرح في كل زاوية من يومي. يوم اللي نكون فيه واثقة من نفسي واختياراتي وين ما مشيت، عشان هيك ما فكرتش مرتين، ببساطة لأني اخترت مافي. اختاري مافي وما تفكريش مرتين. هذا البرنامج برعاية بكم في اول حلقه في السنه الجديده. شني استحشناكم من عم نول السنين لقيتها بسم الله ما شاء الله خشيت من الهدايا. خليني اقول لكم على الهدايا اللي جني والحاجات الحلوه اللي جتني بدايتها سمحه ان شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله. انا طايق فيها هذه بتاع رقدت ونط لقيت السنه الجديده جت، عرفت البوستات على الفيس هذه مزعجه صح. كل سنة وانتم طيبين والحضور بالضبط. كل سنة وهم طيبين، جمهورنا اللي يتفرج علينا قاعد توه كل سنة وهم طيبين يا رب، وسنة حلوة إن شاء الله 2021. سؤال على السريع، تذكر قاعدة فاضية؟ لا بتاع الأسبوع اللي فات تعبت، وبإذن الله بادين في تنفيذ الخطط كان ربي يسخر إن شاء الله. طول حتى بتطرت. أنا اللي بنسألك أنت كتبتي ما شاء الله بيضة، في أحلى من البياض. بالضبط. ما فيش أحلى أنا وياك نفس بعضنا بيضة، حتى أنا حتى أنا بيضة. بس عندنا هيدلاين اليوم. حنخلي نصيب الاسد لزوجي. انا نحبك وانا مانيش خجل لاني نقول اني انا نحبك. فانت المفروض تراعي الامر هذا مع زوجك، تريه ما تراعيه، يعني بالعربي يعني تتنازلي. ما يحبش المغامرات، وفي نقطه ثانيه شخصيه صعبه، يخشى الرفض. مرحبتين بك من جديد، ونقول لكم كل سنه وانتم طيبين يا ربي، سنه خير علينا جميعا. طبعا في ناس يقعدوا مستنيين سنين باش يجيهم حد او حدث يغير لهم حياتهم، بس الحل في بعض النساء، وفي بعض النساء طبعا مش كلهم يعتقدن ان الحل الحقيقي او الحل الدائم هو الجواز، بس الفكره ان ما فيش حد في الدنيا يقدر يغير لك ولو جزء من حياتك لو انت مش مقرر وخذيت الخطوه هذه. خلونا نشوفه وردوا عليك. Are responsible for your life. And if you're sitting around waiting on somebody to save you, to fix you, to even help you, you are wasting your time because only you
have the power to take responsibility to move your life forward. And the sooner you get that, the sooner your life gets into gear. بالحديث عن الخطوة في برضو الدعاء، بس دعاء عن دعاء يفرق ولا شو رأيك؟ طبعا أكيد. نشوفه في الفيديو. أشجار، إحنا بقالنا 5 ساعات بنشتم في الرجالة، أنا زهقت، ما تيجي ندعي عليهم شوية؟ لا، الدعاء ده عايز يوم من أوله إلى 24 ساعة كده يبقى متركزين في الدعاء وبس. أوكي. سيبيني أشتم فيه، أنا بشتم فيه 5 ساعات لكن قاعدة بعياله 30 سنة بربيهم. وقعتيني في الفخ يا سادة. وفي ناس على فكرة متخصصة في الدعاء. طبعا والله العظيم في ناس تدير فيه بسجع، احنا شعر بالضبط، يعني نهايات متفقة لحروف قافية مرتب صح وكأنه شعر ملحن. طبعا احنا مش ما نمشوش حتى بعيد على موضوع الزواج والعيلة وكذا، واحلى حاجة ممكن تديرها المرأة للراجل هو انكد. لكن اللي ما يعرفوش ان الانكد فوايد، شو رايكم؟ نشوف نشوف. فوايد للزوجة النكادية في التوب 5. رقم 5، غض البصر لأنك هتكره صنف الحريم. رقم 4، رشيق ومحافظ على وزنك لأنك دايماً نفسك مسدودة. رقم 3، بتجعل لسانك رطب بذكر الله لأنك على طول بتحاسبن حسبي الله ونعم الوكيل. رقم 2، بتقوي صلة الرحم لأنك على طول غضبان وهربان عند أمك. رقم 1، هتأكد المثل القائل وراء كل عظيم امرأة، لأن مش هيبقى وراك حاجة غير شغلك. هو في احلى من كده يعني؟ ابدا والله. لا بس تعرفوا ان كل شيء نديروا فيه ليه فوائد. بالضبط، طبعا بدل عنا 5 يعني شفتي يعني 5 فوائد. غض البصر، صلة الرحم، فعلا ذكر الله اهم حاجة. ايه واحد حاجة قديمة قاعدة عند امه. بالضبط. كلها حسنات. كلها حسنات يؤجر عليها. بس تعرفوا ان ما فيش حاجة نديروها الا ولها فائدة. طبعا بس هو على فكرة هو موضوع حتى ان كدره فيه متعة. والله في متعة، والله العظيم تخيل ان الحياة كلها سعيدة وخير. والله ملح الحياة أفضل يعني وقت ضروري. والله حتى من غير حتى الملح. الملح والسكر والبهارات، بس يوم اللي بتقرري بتنكدي وتغيري جو وتحطي رجل على رجل. الله بلدة، تحسي روحك تتلددي. سلوى معي على الخط. ما يعرفوش لما تجوزات هذا اللي تفرجوا علينا. راو تسمعنا ضيفتنا، بس احنا اليوم معنا المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط روزي دياز. وطبعا نبغى نتكلم على موضوع احنا جزء من الشرق الاوسط يعني. طبعا كده طبعا. وهي من النساء الناشطات جدا يعني، خاصه على تويتر، والجميل ان هي تتكلم باللغه العربيه الفصحى. حلو حلو. فاليوم اولا سيده روز اهلا وسهلا بك، وطبعا تصريحاتك واللي تنشري فيه يتسم بطابع انساني وراقي جدا. ومره استشهدتي على تويتر بمقوله لسيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه، دارت ضجة إيجابية جدا، مما يعكس أن ثقافتك العالية حول الشرق الأوسط ودين الإسلامي تحديدا. بس باعتبار أول مرة على شاشة ليبيا بنسألك، هل تعرفتي قبل على سيدات من ليبيا وشن كان انطباعك على البلد بصفة عامة؟ شكرا، يسعدني جدا التحدث إليكم وإلى جمهور برنامجكم. قابلت كثير من النساء عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهذا يشمل ليبيا، ودائما أشعر بأن عندهن الصمود والقوة الكبيرة. وتدعم بريطانيا المباحثات التي تقودها الأمم المتحدة كأفضل طريق لإنهاء الصراع وتحقيق الأمن والاستقرار الذي يستحق كل الليبيين، وهذا يشمل النساء.
للأسف ما استطعت أن أزور ليبيا سابقاً، لكن أعمل أن أقوم بذلك خلال وقتي كالمتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. إن شاء الله. قبل ما أسألك للات اللي معاي، بس حابة نسألك يعني هل هناك أي ميزة شفتها في النساء الليبيات اللي قابلتهم؟ أو هل تشوفي أنت كمتحدثة باسم الحكومة البريطانية أن في فرصة حقيقية للسلام في ليبيا؟ أولاً أريد أن أقول أن بريطانيا ترحب بوقف إطلاق النار في ليبيا. نحن جاهزين لدعم خارطة الطريق السياسي التي وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي نحو الانتخابات. تلعب النساء دورا فعالا جنبا على جنب مع الرجال لإنشاء عملية السلام الشاملة في ليبيا، ولذلك بريطانيا هي ملتزمة لدعم النساء في جميع أنحاء ليبيا للمشاركة في عمليات صنع القرار في مجتمعاتهم، ولدعم دور أكبر للمرة في جميع جوانب. من خلال تمويل برنامجنا نعمل لضمان حصول النساء على مهارات التي تحتاجها لبناء قدرة المجتمع المدني وتدريب النساء من صناعات السلام والصحفيات. كما تعلمين سيدتي أن ليبيا تعاني منذ زمن الحروب ومآسي الحروب، والمرأة الليبية هي ضحية صامتة نتيجة الحروب، ولم يكن لها أي قرار في هذه المآسي، ولكن تبعاتها أكيد تعود عليها بالويلات. برأيك سيدتي، هل من الممكن أن تكون المرأة الليبية صانعة سلام، وكيف؟ نقطة مهمة جدا، وصراحة لا أستطيع أن أتخيل الظروف الصعبة التي تعيشها الكثير من النساء والفتيات في ليبيا بشكل يومي، لكن أشجعهن أن تأخذ أي فرصة لدعم بعضهن البعض وتحدي الصور النمطية حول النساء. بالنسبة لي، أحياناً النساء ليس عندهن ثقة كافية، لكن على أرض الواقع نستطيع أن نحقق أكثر بالكثير مما ندرك. ومنذ عام 2018 الحكومة البريطانية دعمت 45 سيدة أعمال ليبيا للوصول على التدريب والموارد لتطوير أعمالهن، وحصلت 3 منهن عضوية فخرية لمجلس أصحاب الأعمال الليبي، وتلقت بعضهن عروضا استثمارية. نعم سيدة روزي، معلش، يعني عودة استقرار إلى ليبيا يحتاج لسنوات، لكن العمر لا ينتظر. بحسب خبرتك سيدة روزي، بماذا تنصحين نساء ليبيا وخاصة الفتيات اللي هم نعتبرهم نقولوا نحن صغار في العمر؟ ما هي الخطوات الجدية في مستقبلهن؟ وبالتالي أكيد هذه الخطوات حتعود على ليبيا بأكمله. يعني كما قلت، أعتقد أن الثقة هي الشيء المهم في هذا الخصوص، ومن الصعب لفتيات وأيضاً النساء أن حصول على الثقة دون دعم من الأخريات. ولذلك مثلاً في فريقي ومع زميلاتي في عملي نحاول أن ندعم بعضنا البعض، وهذا أهم شيء بالنسبة لي. ولكن لا أستطيع أن أتخيل الظروف الصعبة في ليبيا بالنسبة للنساء والفتيات. نعم
طيب حابة نسألك، ما هو السر برأيك في تحقيق النجاح والطموح رغم العقبات اللي نشوف فيها، اللي ممكن تعطيها للمرأة الليبية أو للنساء ليبيا؟ ما وجدت سر حتى الآن، ولكن أحاول أن لا أفكر عن نفسي كمرة فقط، وأحاول أن أعمل كشخص بغض النظر عن جنسي، وأحاول أن أعمل مع رجال على مستوى شو الكلمة على لا أفكر عن نفسي فقط على كمرة. طيب سيدة روزي، أنت كنت ضمن حملة وروجتي لها هلبة على كل حساباتك على السوشيال ميديا، حملة لا للعنف ضد النساء، واللي كانت مدة 16 يوم أعتقد. بس العنف، أنت تعرفي باطلاعك على الشرق الأوسط أو حتى في بريطانيا في حالات عنف، ما يكونش بالضرب فقط. فالمرأة كيف ممكن تواجه العنف ضدها؟ والأهم كيف تربي أطفالها وخاصة الأولاد مش البنات على رفض ممارسة العنف؟ مش بس أن المرأة ترفض، أن الولد لا يمارس العنف على من هو أضعف منه. ومواجهة كل أنواع العنف ضد النساء والفتيات هي قضية مهمة للغاية بالنسبة لي، ولهذا السبب شاركت في هذه الحملة الأخيرة. شيء مهم، العنف ضد النساء والفتيات ليس مبرر أبداً، ولذلك بريطانيا تعمل لزيادة حماية النساء والفتيات المستضعفات في ليبيا، وهذا الدعم يشمل توفير الدعم الاجتماعي والنفسي لناجين العنف الاجتماعي والعنف الجنسي وكل أنواع العنف، وأيضاً إلى ضحايا التجار بالبشر والأشخاص مع الاحتياجات الخاصة. بالنسبة لي، لدينا جميعاً مسؤولية مشتركة تجاه الجيل القادم لجعل العنف الاجتماعي غير مقبول، وبالإضافة إلى ذلك لتربية الأولاد على احترام النساء، وأيضاً تربية الفتيات لتعرفنا أنهن تستحقن الاحترام أيضاً. السيدة روز دياز المتحدثة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط، شكراً جزيلاً لك، وشكراً على اجتهادك أنك تتكلمي باللغة العربية، وإن شاء الله المقابلة الجاية تكوني معنا في الاستوديو. إن شاء الله. شكراً جزيلاً لوقتك، هذا أشعر بالسعادة جداً عن هذا. شكراً. من أجمل ممكن الكلام اللي قالته سيدة روزي، موضوع الثقة. نعم. إن إحنا عندنا سيدات لكن ينقصهم الثقة، وجودهم موجودين كأسماء وكذا، ولكن الدعم، أنا بجد هذه حتى هي ممكن حتى إحنا كبرنامج هنا نشجعوا جميع النخب وحتى النسوين المغمورات، ولكن عندهم القدرة أن هم يكونوا متواجدات، أن يكون ثقتهم في نفسهم أكثر ويبينوا مرات الخير على يديهم. سبحان الله. صح. في رسائل أنا يلفتوا فيها المسؤولين لجنة، مش قصة عقدة الأجنبي، بس في رسائل يوجهوا فيها بكل شيء، حتى في لبسهم في كلامهم. فعلا. شوف كيف شعارها ببساطة. صح. اللبس، كيف تتكلم، كيف مجتهدة أن هي تتعلم اللغة المنطقة اللي هي مسؤولة عليها. صح. احنا تلقى عشان تقدر توصل. احنا في ناس شادين ما يعرفوش حتى التركيبة الاجتماعية لليبيا، ما يعرفوش قبائلنا، ما يعرفوش عاداتنا. صح. او جايك من برا طول عمره عاش ويعاند على الظهور. نعم. مش ضد، انا مرات تكون انت كفو وعشت برا، بالعكس هذه فرصة انك تعلمت وكذا، بس تعلم شن تقدمت. لا، تعال اتعلم، اعرف انا تركيبة مجتمعي شنو يبي، وين الحلول. وفي تغييرات صارت في البلاد، يعني مش كيف مثلا 1969 كيف 2020. طبعا. وانت قاعد برا تجي في حاجة تواجد تغيرا في حاجة. حتى السادة سعاد، احنا لما نستضيفه نتكلموا في النساء على السلام، لما يكلموا في قبائل ترفض ان تكون المرأة جالسة مثلا. مزبوط. الموضوع مش انك تجيب المرأة وتحطها ديكور. صح. باش الأمم المتحدة تكون راضية. وهذا اللي صاير.
لازم يكون حقيقي. أنا تحضر يعني أنا شفت يعني في مؤتمرات وكذا بعض النساء للأسف يعني مجرد إنهن مش حضروا وروحوا مكملين بها صورة. مكملين بها صورة هي أمم المتحدة. ما تقبليش إنك تكوني تكبر الصورة. يا إما تكوني فاعلة في المكان أو بلاش منه ما تخليهمش يستخدموك يعني. صح. كنا متحمسين شوي إحنا صح. لا ما زال كان تعطينا اللي بعدها مزال يستر الله منها يعني فخر بعد استاذة سعاد بتسكت طبعا وبتنسحب نعم. علاش علي وكمال هم اللي حيقولوا لنا علاش لان موضوع في كنا وام ويستر الله انت برا الموضوع انت عندي معلها. كنتين ولا انا عندي كنتين انا وبشرى برا الموضوع لو سمحتوا كنانك شو اسمهم ياسمين ومها اسمائهم حلوة بس لو سمحتوا طفوا التلفزيون لا خليش خلي الناس لا خليهم يتفرجوا بالعكس أنا متأكدة حتوقف جنبهم في صفهم خنرحبوا مع بعضنا بالأستاذ علي نعم نطلع فاصل قبل مستعجلة تبي طبعا أنا مستعجلة إيه الموضوع هيك تحسي مشوق فهمتيني بتكوني عزوزة واعر لكن إيه أكيد بعد الفاصل أكيد حنرحبوا بالأستاذ علي وكمال مع بداية كل يوم جديد نحب نرسم التفاصيل الفرح في كل زاوية من يومي يوم اللي نكون فيه واثقة من نفسي واختياراتي وين ما مشيت عشان هيك ما فكرتش مرتين ببساطة لأني اخترت مافي اختاري مافي وما تفكريش مرتين هذا البرنامج برعاية بدينا نفقره نحن والاستاذه سعاد كثر سماوات ما تبيش تتكلم صح؟ لا انا ساكته اليوم ما قلنا نطفوا التلفزيون يا ياسمين ومها طفوا التلفزيون خلينا نشوفوا اليوم علي وكمال شنو ممكن يقولوا لنا على الموضوع هذا رحبوا بهم السلام عليكم دمت سنه وبدت سنه وفي موضوع قاعد عالق اللي هو مفروض انا اليوم اللي حنحكي على الوالد ليش لان امس كان عيد ميلادي ما هو الوالد طول في عمرك نفس عيد ميلاد مرت خوي ناسن ما شاء الله هي على الهواء ان شاء الله كل عام وانت بخير طول عمرك ان شاء الله تفكروا من اللي عنده عيد ميلاد انا عيد ميلادي سنه بدايه السنه ان شاء الله يعني سنه كامله مرت مرضت بكورونا بريتو مشت الامور صار في العالم انقلب لا تزوج عليه ولا جاب ورد جبت لي ورد لما قلت بالسلامه عليه
لا هذه صح، هذه غلط. هو قال كويس للكورونا صح؟ هو ما تشمش فتره صح؟ ايه ريح. والله انتم لا تو حكي عندنا كيكه لازم منها الحلقه الجايه. لكن انتم تبوا الدكتور عارف تبوا تبوا الدكتور مبروك عطيه انتم. تاع الاشاد ورده عرفتوا هذول؟ ايه لا هذا يمشي معاكم 100%. يمشي معي الكل. والله انت ديما ورد ورد ورد. اخش في الموضوع لا. بس بدي بركها من الموضوع لان انا طبعا عندي كانتين. اكيد اكيد. لا ان شاء الله كلام يكون من صالحك انت باذن الله تعالى. كل ود كل ود. ان شاء الله. فما تستفزوهاش تقول كلام بعدين وهي مروحه فاهمة. فهل الراجل او قداش ممكن ينحط فعلا في خيار بين مرته وامه؟ والله أنا ممكن بس عندي تعقيب على الحلقة السابقة بس في نقطة مهمة وصلنا على بعض الاستفسارات عليها اللي هو برنامج موضوع الخلع. معلش لو سمحتي أعطيني دقيقة بس نحكي عليها على السريع لأنها مهمة جدا. في اللي قال الخلع المرأة تقدر تخلع حتى من غير شروط، يعني لو صار بغض زوجها أو كذا فيحق لها تخلع. الفرق أن هذيك مشروطة بكره أو بأن هي ما تقيمش حدود الله مع زوجها، يعني ما عادش تتقب لو تبغضها فيحق لها الخلع. لكن لما تحط شروط هذه ما لهاش علاقه بالكره، حتى انت مش كرهاتها، مش عارف انك تقدر تقيمي حدود الله مع زوجك، لكن انك حاطه الشروط هذا هو اخل بها، فهنا يحق لك انك تخلعي بدون انك تدخلي في الكلام الثاني بتاع انك كرهاتها. لا لا خلع ولا على الاطلاق ولا على هو نقاش. بس توضح توضح نوضحها يعني بالتوضيح انا نبيك توضحها اللي هي العقد الجواز. في اللي يكتب عقد جواز لكن ما يتمش الجواز لظروف ما لنصيب، هنا هل مجبر بالعقد كامل او لا؟ عقد الزواج لما انت كتبت عقد جوازك قصدك انه ما كملش نصيب، ما قصدك انت عقد عرس زوج قرايه فاتحه بس يعني قرايه فاتحه بس طبعا هي المتعارفين انه نص المهر نص المهر يعني نص المهر مش النهر كامل. ولو هي بارك الله فيها كريمه نازل لا باقي الشروط لا ليش لا باقي الشروط لا لا خلونا نخش في موضوع نص المهر وردنا تتنازل حتى العده وما العده حتى هي تتابعها نفس الشيء تلزم بكل شيء كانها متزوجه الا المهر وقع العقد واللي صار صار والدبست وبدت كانت وبدت العلاقه الاجتماعيه بس وزوجها بس ما توصلوش مرحله الخلع لا سمح الله ان شاء الله قدام مسلسل الكنه ان شاء الله. بالنسبه للموضوع الكنه سامحوني الكنات نجي عليهم شويه بصراحه شويه خليه هو قاعد نسجل مش لانه موجوده الاستاذه سعاد بتاع لكن ليش لان الزوج طبعا بر الوالدين معروف طبعا. نعم. أمك ثم أمك هذا فيهاش نقاش يعني. البر الوالدين مضبوط واضح قدام الزوج، فمعناها أنت لما تكوني زوجتها عارفة أن الزوج حيكون ظلم بر الوالدين وبالذات الأم طبعا هي يعني بالدرجة الأولى يعني. فأنت المفروض تراعي الأمر هذا مع زوجك، تريه متراعيه، يعني بالعربي يعني تتنازلي، مطلوب منك حتى تتنازلي شوية باش تساعديه على أنه يبر بر والدي صح البر والدي نتاعها يعني شوف كل مرأكم نرى عمل هذه لا تو نقول لك على حاجة هي لما يعني مش مر والدين لا ما هو يعني ما أقول لك على حاجة المرأة فات فيها تجوزت أو قررت أن هي تفتح بيت بالفعل. معناها بتدير أن أمها بوه لكن في احيانا شويه زياده لا مش مثاليه يعني تو بخش عليها هي انا بخش عليها الموضوع بس لا دقيقه بس يا هي بس زي ما هي امها زي ما انت عندك ام هو عنده ام ولكن في احيانا التصرفات الغلط تطلع من الام او من الكنه على فكره انا مش حنجي عليه ناس متعاركين هو مبسوط عرفتي لا مش متعاركين انا معك بس لا 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 يا جماعه شيء جميل هي اول ما تكونش الموضوع ما نقولوش انه مثاليه لدرجه بياخذ وقت العشره بتتعود عليها تكون بس النقطه ان يعني مش مضطره تكوني في مجال منافسه وبالعكس نعم. الراجل اللي مش بار بوالديه يخاف منه طبعا هو اذا كان امه كيف ما نقولوا انه ما فيش خير لها ما فيش خير لك يعني مستحيل يعني عجبني حماس الاستاذ لا لا والله بجد انا اليوم يعني نشكر كنين اثنين لهن كيف اعتبرتهن عندي انا بنت وحده وهذين اثنين الاخرات يعني عندي توا ثلاث بنات يعني هذه حقيقه لازم نقولها ربي يخليكم بعض يعني كلام ما تذهبني يا ابنة كلام ما شاء الله عليك بس بجد يعني حتى انت ما شاء الله يعني هم نيالهم بيك انسانه واعيه ومثقفه ورائعه جدا يعني ما شاء الله بارك الله فيكم انكم شكرا تستاهل اكثر منك شكرا شويه فهمت على كناتها نعم يعني خلينا نكون واقعيين صح يعني الام يعني خلينا نكون الام لها دور لان الام تشبح ان ولدها نخدم منها فتبدا في منافسه مع الجوزه وهنا تصير المشاكل يعني خلينا نكون واقعيين يعني هي بتبر هي اوكي جد ومعتبره ان هي امها او معتبرتها ان هي عمتها لكن حتصير في مشاكل
رابطون لهم فعل. وهي جاية وهي جاية بيئة جديدة يا علي، هي جاية بيئة جديدة يعني العادات ممكن تختلف، الأطباع يعني مية حاجة. فممكن أنا حنكون المشكلة لو كان الموضوع الرجل فيه واضح الموضوع نحن صح، بس هنا العزوزة مرأة والكنة مرأة صح، فمع من توقف في النهاية منصفين. العزوزة لا نكونوا منصفين للاثنين صعب الراجل صح، بس لو اضطريت هي في 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 ناس ما تقدرش تغيرهم أو يبوا وقت زي ما قلنا بالعشرة يعني مش تحبها وتتعود عليها وكده تقفات بوقت. فديما الحق أنا نعتبر إن غلط إن تحطي زوجك في خيار بينك وبين أمه. فعلًا. الأولى أمه حتى لو كانت غلطة. صراحة هذا رأيي. ما هو تبي وعي، الموضوع يبي وعي. مش حتى يبي حتى يعني. المرأة حتى المرأة. تتحمل. تتحمل. إيه يعني أنت تجي مثلًا سامحيني فيها خلينا نكون واقعيين، ما بيش نقول 90% 80% ديما الأم تكون غلطة شوي أكثر من الكنة. نعم. باهي. يعني حسب التجارب اللي تشوفيهم مش 90 لكن 50 خلينا نقول قلنا 70 60 يعني باهي ربياتها تابع عليه عمر هي بالضبط. فهي تشوف فيه هيك ونوع نخدم منها. ثاني حاجه في حاجات تصير منافسات بين الكنات تختلف الحاجات هذه، هي بتصير نوع من الغيره مرات من الام على ولدها. فانت شو ان سنين كامله هذا تبعي هذا لي انا ملكيتي، جي وحده هيك بالجهاز تاخذه. انا نحكي على نوعيه، لا نحكي على نماذج، احنا نحكي على نماذج موجوده في عايشين معاها. السادة سعاد وافقنا الأم لما تبدأ شخصيتها مستقلة وعندها أهداف حياتها وعندها شغل. لا لا أنا نحكي سعد، أنا نحكي روع الموضوع هذا ما ليش علاقة روع بالتعليم هذا شعور روع. أنا نعرف سيدات ما شاء الله عليهم مثقفات واعيات ويخدموا في خدمة ما شاء الله، لكن النقطة هذه مش قادرين يسيطروا على مشاعرهم. ما قلت لك مش لما يكون أكثر صح؟ لا مش موضوع واحدة هو أيوة بالضبط هو يختلف يتختلف وضعية العيلة، لكن الفكرة وين؟ أنا ككنا هل نقدر نستوعب شعور الأم؟ هذا اللي بنحكي لك ما لازم نستوعب هي واحد منهم لازم يستوعب بالضبط لازم يحتوي الثاني. أنت ما تقوليش هم يعني شو يديروا أنت كرجل. أنا كرجل ما قلت لك هي المرأة لو انحطيت في الخيار هذا لو انحطيت في الخيار هذا أمك تتفرج أمي تتفرج ربي يحفظها مستحيل يعني مستحيل. بارك الله فيك ربي يحفظها أمي مهددة سامعة هذه كان ما في شيء قالت نبعت لك واحدة من غادي من غير ما نعرفه. فالموضوع القصة أني نحكي المرأة هنا لازم تحتوي شوية يعني لازم تتفاهمي وراجلها هي محتوتش. لا دقيقة هي لازم تتفاهمي وراجلها إن هو مثلا بيني وبين أنا لو أنا بيني وبينها حنقولها راهو مهما حتى أنت معاك الحق نوقف لا مش هنوقف عمري يعني قدامها حيكون الكلام شكليا يعني. الموضوع بعدين يعني تتفاهم أنت وياها وبتجي لأمك لازم أنت تجي لأمك بروحك مش قدامها لأنها مش حترضى الام قدام المراه طبعا حتى تكلمها ايه تكلمها تقولها راهو هذا غلطتي فيها في موضوع مره اثنين ثلاثه تتجاوز الموضوع الوالد صح. لكن لما تخليه الموضوع ديما امي صح وديما امي وما تكلمش معاها بيكبر الموضوع حتى هو في ظلم صح طبعا ظلم يعني حيسبب ظلم كبير يعني بنت الناس قديش بتتحملك مره اثنين ثلاثه اربعه اي لكن في كناين يخشوا بالشيح وبالريح زي ما نقولوا بالضبط بالضبط سبب المشاكل من الاول تقول لك نفرض روحي بالقوه عليهم من الاول ايوه نور العين الحمراء من الاول مش محل شيء وفي كناس في كنات قبل يعطوها دروس اي ما هي هذه الرجال وين النقاط المفاتيح في النهايه الكلمه الفصل للرجل في الموضوع هي الرجل هو الحل بالنسبه لما هو الدور الكبير للراجل وزوجته بتساعده شويه لان الام كيف ما قلنا احنا الام بر الوالدين اذا ما عندكش مفر منها والام بتستغل حتى النقطه هذه بان عارفه ان البر ضروري منا وكذا وكذا فهي تستغل لصالحها فبيجي دور تو من بيجي دور الرجل وزوجته لان هم الزوج وكيف الزوجه تراعي الامر هذا بينها وبين زوجها وبين أمها وكيف نفس الوقت الزوج يقنع زوجته بأنه تراعي الأمر هذا وبتكون في وزنة بتكون في اتزان بعدين حتى حاجة ثانية معلش نبي نتطرق لها موضوع أن تجوز أمي مش هكي أختي مش هكي هي يبدأ يحس مقارنة مقارنة بتاع أنا نبيكي زي ما هي على قول الأبلة سعاد هي جاية من بيئة مختلفة عنها بالفعل فهذه المقارنة أنها لا أمي ما تطيب شكاها أمي ما تدير شكاها يبقى يعني زي أمها يبقى نسخة من أمها يعني نسخة من أمها يعني درجة البر واصل أنه هو أكبر غلط يبقى صح هي الجزئية أكبر غلط أكيد فعلا صح. ما هو جوزتك بأمك أو بأخواتك ما هو تو إحنا يعني هيك تو دوينا قلنا الزوج هو السبب يعني هو سبب مشاكل إحنا ما نحكوش على قد يكون الزوج هو سبب المشاكل لأنه هو اللي يثير في الأمر هذا ما يعرفش كيف يعدل بين زوجته وبين أمه وقد تكون الأم وقد تكون الزوج طبعا هم ثلاثة مش تركيين لكن الأساس شو فيها اللي بين الزوج والزوج
بين الزوج وزوجته. هو العبء حيكون على الزوج. الزوج أكثر شيء وزوجته، لأن الأم كيف ما قلت لك، الأم كيف ما قلتي أنت تفضلتي قبل أستاذة بشرى، أني قلت الأم مربية ولدها ومربية كذا، وفي غيرة وفي بر الوالدين وفي كذا، وعادة بتكون الأم أكبر يعني من من, من من زوجها حتى فارق السن وكذا، واحد فما يهونش عليها. عشان تتشرط فتقعد صعب يعني حتى كلامه مع الوالدين يعني بيكون ما تقدريش تكلمهم كما انت تتكلم يعني مع زوجتك. يعني متفقين معنا فيه. ان احنا شايفين ان الوزن لازم يديرها الرجل. نعم. ضروري يديرها الرجل. مش حتقدر، ما تقوليش مرتي بتفهم ولا الموضوع عواطف ومشاعر. لكن مش ديما تساعد. لكن كيف بيديرها الوزن؟ مرات الام تساعد، مرات الام تساعد يعني كانها تكون صعبه شويه. الراجل يقعد في دومه، فالام هنا هي اللي بتمسك لان عندها الخبره، تمسك ولدها وبتكلمه. المشكله وين؟ مشكلة لو هم اخوتك ولا امك جايبين لك المرأة، فاول ما تصير المشكلة قول لهم تصرفوا مع بعضكم. هنا ما عاد في الراجل ما عاد يدخل في الموضوع. في امثال، واحد يوقف عليها امثال، واحد يوقف عليها يقول لك الوسادة غلبت الودادة الولادة. صح. صح. الموضوع راه مش موضوع حتى ام، يعني موضوع ان انا بنفتح يا جديد، هذه بعض عقليه الرجال يقول لك لا خلاص باب حوشنا خلاص تو بنلها بمرتي، واكيد امي هي تدير في المشاكل ولا اخوتي. فهنا بيصير في ظلم كبير على الام. صح. وفي نساء، في امهات مساكين مظلومات بالفعل. يعني حتى يشبحوا في الغلط ويشبحوا في الكنايش يديروا، ولكن لمصلحته وسعاده اصغارهم تجي جيل كده عليهم ويسكت. لك الاخت ما تسكتش بالفعل. والله مرات لا، والله مرات لا. ما احنا نحكوا تو حتى في العموم. نحكوا ان بجد الزوجه راه مرات تكون حكيمه اكثر من الراجل لو هي تبي تشري سعادتها وسعاده زوجها. هذا اللي نحكوا وعيلتها لازم الحكمه تكون عندها. ايه مرات مش الراجل، لان الراجل طبيعي. لا الراجل بيميل لامه، خلينا نكون واقعيين. هو الزوجة طبعا، بس في بعض الاسر يعني الراجل يميل لجوزته في اللقطه حتى هذا نهائي، يعني ما عادش بده يمشي لهلا ويجي له يقعد معاه. صح يقطع فيه يعني مشاكل، ما قلنا بيدخل في مشاكل. يعني اللقطه هلا نهائيه، هي المشاكل اللي مرات يشتركوا فيها هم ثلاث اضلاع، يعني مرات يكون السبب منهم هم الثلاثه، يعني من الزوجه ومن الزوجه ومن الكنه. بس بشكل عام لما تتساوى الحقوق، يعني مثلا الرغبات تتساوى بين الام والزوجه، من اللي احق؟ هني الام احق. نعم. الموضوع الحق من الزوجه. صح. الام هي احق لما يبدا ما فيش ضرر على الزوجه، نحكي على احقيه، الام هي الاحق. لكن لما يكون في ظلم تختلف بعدها، لكن في ظلم يطلع. ايه طبعا، يعني امك انت عايش معها عمرك كله، مفاتيحها حتى كيف ترضيها وكيف بالفعل انت تبدا ظابط الراجل فاهمهم. صح. يعني انا نتفاجأ بالبعض انه هو يتعامل يبدا كان يعني الغريبه مهما كانت كان مرته هي امه وامه هي مرته، تبدا العكسيه تنقلب. صح. أنا ما نقولكش إن تعالى على هذا وتعالى على هذه، مرات فعلاً أمهات يكونوا ظالمين بطريقة غير مباشرة، بس فعلاً كلنا إحنا مقتنعين كناس هيك ربيتنا على الأقل في المجتمع، وهكي ديننا إن حتى لو الأم غالطة فأنا مع أمي. بالضبط. هذه ما فيهاش نقاش، بس كيف أنا كرجل كيف ندير الوزن، أو شن هو اللي ممكن نقول للمرأة، بحيث هي مرات تبدأ خاشة الأمور على بعضها بسبب العاطفة، تدير حركات غيرة. فكيف انا نوقف ان انت مش مجال منافسه مع امي، امي شيء وانت شيء ثاني تماما. هذا الموضوع لازم يتوضح من الاول، يعني حيتوضح مع الوقت. تمام. وديما زي ما قلت يتوضح بالمواقف، المواقف ايه بالمواقف، وزي ما قلت لك المواقف ديما تنحكى الراجل للام بروحها والمراه بروحها، عمرك ما تحكيهم مع بعض. يختلف تو بين الكناين، يعني بيقولوا بين اخت وكان ومرتك، يختلف الموضوع هذا. لما تكون بين اختك ومرتك الاسهل، وعن تجربه رايها خليهم مع بعض، الاسهل ان لما جيت تحكي لك مرتك في ودنك تقولها اوكي جي شارينا لحوشكم، تفتح الباب تنادى لاختك تحط مويه في الصالون سكر عليهم وتعالى هدرز على امك. نص ساعه هتلقى زوجي هدرز جنبك ويضحكوا واحد، تطلع مرتك تلقاهم شادين في بعضهم بيحل الموضوع بينحل، لكن مع امك الموضوع مع امك الموضوع بيكبر. انا نفضل ان الراجل ما يتدخلش في المواضيع هذه، موضوع حيكبر. لا شوف نقول لك على حاجه، بين العراك نسوي ما يتدخلش فيها، هذه نصيحه الناس الكبيره اللي بيقول لك. اي لان مرات لا قدر الله اخت الراجل تقول كلام، تقول قصه مش مظبوطه، مظبوط فعلا. او تقول مرت الابن تقول قصه مش مظبوطه، هنا الخوضه هنا بتصير، هنا بيصير الكيد على الراجل. اي ما قلت لك العرك اللي بين البنويت والزوجات هذا ديما اطلع منهم، خليهم بنات. لكن بين الرجاله مش اللي يصير علي، ما فيش حد منهم مع بعض ما تبدا مش واضحه الصوره المشاهد، تبدا لازم تعرف تتصرف. تحب الكلام ينطق لك، ما تخليش زوجتك يعني مسكينه مظلومه. ما هو نحكي عليه معش اكيد ما بسمعه. كمال سلوى قالت لي كلمه مظبوطه، قالت لي امك انت تعرفها بالفعل،
لكن انت بنت الناس جبتها من حوش امها، بديت بعيد عن حوش امها، يعني بديت انت عندك امك عندها مصدر القوه واخوتها وجنبها كل شيء، هي بروحها تراعي. يعني ما لا تظلمها تقعد مسكينه. اي لكن مرات يطلع للام وجوه اخرى. ما هذه هي انا قلت لها علاش امك انت تعرفها، تعرف انه ممكن تدير في الموقف هذا كذا، ممكن تتعامل في الموقف هذا بطريقه، يعني انت تقدر تظابط امك وفي يعني وزياده يطلع روحه منها. قلنا الحل من الاول، قلنا الحل بدنا اول شيء الحل كالتالي، ان الزوج ضروري ما تراعي الامر هذا، تراعي ان الزوجه ليش لا ما تقدرش تراعي الحق للام اذا كان ما في شيء ما فيش ضرر عليها. لا الحق للام، لا لان بتمنعها بتدير بتسبب له يدير معصيه، ان ما يبرش والدها مثلا انت باش نرضيك انت يا زوجتي، ما نبرش بامي مثلا ونقصر في حقها. هو على حسب المشكله، على حسب الموقف، على حسب المشكله. يا أني نحكي إن لما ما إذا كان ما فيش ضرر، إذا ما كان ما فيش عذر شرعي، إذا كان ما فيش حاجة مثلا أمك تقول لك إنه أظلم زوجتك أو ما تعطيهاش حقوقها الشرعية أو أي حاجة، هذه كلام آخر. كمان في أمهات يزعلوا لأن ولدها خاش بفاكهة وركب فيها لحوشة، ما فيش مشكلة وتخلق منها لكن بيني وبينك تسألوا أنت سكنتي معاهم علاش خاش ما جبتش لزينة؟ لا صح صح، ود هادي ود هاد، والله ما يصدقنا شيء. مثلا نطلع مطعم نجيب معي تيك أواي، يعني مش مشكلة. لكن الموضوع أنت عايش حياة، شوف يا سلوى الموضوع الأصعب وين؟ لما أنت عندك صغار وتربي فيهم بطريقتك وانت ام من حقك. نعم. تجي الحنة اللي صار وتتدخل، يعني انت تبيش تلعب بهم مثلا تليفونات، لا اشروا لها تليفون صح، ولا تشري لها تشري لها هي، هنا تبدا. لا يا جماعه هذه انا واحنا كلنا هذه يعني الجده هي المصدر دينا، لكن بتصير مشكله يعني انت دخلتي في التربيه يا ناس. ما انت بتعدد المشاكل، هي تضارب، هي بنختصرها بكلمتين تضارب الرغبات. نعم. بالضبط، مش مخشوش في التفاصيل لان هذه ربطها شكل وانت ربطها شكل. فلما تصير تضارب وهذا حيصير، احنا بشر في النهايه طبيعي، لما يصير تضارب في الرغبات انا من رايي الشخصي انت كراجل شديد، اذا كان ما فيش حرام او ما فيش ظلم على الزوجه، فالزوجه مطالبه بان هي تراعي الامر هذا اكثر من الام. طيب نسالك سؤال كمان، بحكم انت متزوج لو سمحت، وعلي يقدر يعقب على الموضوع. التربيه، تربيه الاطفال تصير عليها مشاكل كبيره صح. بين الام والزوج خصوصا اللي يسكنوا في بيت واحد فعلا. الأم عندها طريقة معينة تبي تربي بها صغارها الجيل الجديد صح. والحنة تحسن لها الأحق، يقولك ما أحب الود إلا الود الولد. فهنا هنا مشكلة كبيرة، يعني تخيل سنين يكونوا كويسين يجوف موضوع صغار الدنيا تتقربع. هو سؤال، هي تزوجت زوجها عاجبتها ربايتها، معناها العزوزة تعرف تربي صح. صح ولا أكيد هذه من يفهم. لكن يا سهلة كان هي الحاجة من عام الستينات واحنا في الالفينات، يعني الموضوع لا هي ربايه هم غير بيتهم احسن. خلينا واضحين، لكن لا انا الناس هل تشوفوا ان الموضوع منطقي عادي تخلي الموضوع مثلا نسيبتك ان تتدخل تدخل صريح في تربيتك لاطفالك مثلا؟ طبعا اكيد لا، اكيد تربيه الاطفال تخصص الزوج وزوجته، يعني لان اطفالهم يعني في النهايه هم عارفين مصلحتهم وين هم بيربوهم، يعني لا اكيد او حتى لا. والدتك يعني بس بتراعي، انا قصدي ان هي مش من حقها كل شيء لي حل. الام مش حقها، ما نقولش ان الام حقها كل شيء تتصرف كما تبي لا، لكن نحكي ان الزوجه تراعي الامر هذا في ان هي امها وان هو بيبرها، فنوع من نوع من طريقة البر للوالدين بأنه هو يرديها حتى ولو عن طريق زوجته، حتى ولو زوجته مثلا يقولها مثلا راعي أمي ساعدها شوية بيتقل الحمل عليها شوية، يعرفها من هي أمها شن الحاجات اللي تحب واللي تكرهها باش هي ما تطيحش في الغلط. كبر يعني كبر باش هو باش بالعربي حازم في فترات بالعربي هي تعين زوجها على بر أمها هيك علي كويس. ما عندكش ما رعتش هل مضطر ما تحملش إذا كان هو راضي مع سعد أنا حنقول لك، يعني إذا كان هو مثلا متريح في حياته، لكن الله غالب هي جوزته مثلا ما تقبلتش أمه بالضبط، يعني شنو الحل؟ يعني هل يطلق جوزته؟ ليش يطلق؟ ليش لا يعني يطلع مثلا مكان ثاني؟ لكن ممكن شو لكن ممكن شنو الحل؟ حيكون الحل إنه يكون شنو؟ إن حياته تكون مستقلة، لكن هو كابن ملزم إنه هو يجي لأمه بالضبط، لكن مش حيلزمها هي إنها تجي. لا ما هو فهمتني كيف يعني؟ ايه ما هو قلت لك هو متريح في حياته، هو متريح مواد حتي تسبب مشاكل، مرات الزوجه هي اللي تضايق راجلها تقول لي ما تبيش امك مش تقبل امي وكذا، فيعني يا امك وتحطها في خيار. لا هذا يعني كلام ثاني، انا يا امك هذا كلام ثاني، معلش حطهم حتى في دار الرعايه في من يعني هذا يختلف. ايه وصلت طبعا. ما هو بر المواد لما نحكوا على بر الوالدين، يعني الزوج او
ان هو ببر ما يقدرش يسيب امه وابوه بالذات اللي هم محتاجين بروحهم عن سبه زوجته باش ان هي تبي تعيش مرتاحه. لا تمام انا هذه استاذ كمال يعني مرات تقعد الام واعره خلينا واقعيين خلينا واقعيين صح ام واعره يعني والكنه ما تحملتهاش صح يعني هل الابن انا ببر بوالديه يتعارك هو وجوزته لا يفصل يخلي جوزته قاعده في حوشه تربي جوزته كويسه مثلا جوزته كويسه تربي العيال وتقعد معاهم يعني في حوشه وهو معاهم مستقر حياته بس هو بس هو الابن ملزم ملزم انه هو يجي لوالديك اليوم او كذا لكن الكنة لما تقعد كويسه وطبعها حلو لكن العمه مرات تقعد واعره هذه ما تحبوش ما تحبوش لا في لا في عمات واعرات يعني معلش يعني في اللي تفرض تقول لك ما تطلعش المكان اللي تقول صح مزبوط صح يعني هذا واقع احنا عايشينه يعني لا هو مش نجور احنا بس على الكنة بسبب بر الوالدين ما احنا شو قلنا احنا قلنا الا الظلم لو انت وقع لزوجتك ظلم من امك اكيد لا يعني وعاشرونا بالمعروف يعني حتى هذه خاصه بالزوجات يعني ماشي انك تظلم زوجتك على سب امك لكن اني نحكي لما ما يكونش في ظلم لما يكونش في ظلم فانت بتجي في صف امك شويه وهي المفروض تراعيك يعني في الامر هذا هذا قصدي لما يبدا في ظلم اكيد ما فيش حد يرضى بالظلم وتحاول انت كيف تردي الطرفين كيف تجي لزوجتك تحاول ان هي ما تقولها باهني والله عارف ان الكلام هذا ضدك وفيه نوع من الظلم وانا والله ما نرضى بالظلم لكن هي امي ورضعوها شويه وكذا وكذا هو بغض النظر على الظروف انا نشوف ان السبب الاساسي جدا هو موضوع الاحتكاك اليومي صح. خصوصا الناس اللي تسكن مع بعض هذا مشكله بالفعل. كبيره كبيره يعانوا منها العائلات كل مكان كل مكان البعد كل مكان القدر محفوظ اكثر لكن في ظروف اجتماعيه تحتم على الابن انه ما عندهش كيف يسكن الا مثلا مع العيله لاسباب ما والديه ما يقدرش يخليهم بروحهم اقتصاديا كذا فهنا هنا بجد الموضوع ان حتى ثقافه اننا حتى كان العيله كبيره عنده اخوت وعنده وخيان معاه في الحوش ولا وبنسكن مع العيله هذه غلط فعلا. المفروض ان احنا نتحرر شويه من الفكره هي نشوفوا القدام نطلعوا نفكروا برا الاطار شويه ان الاحتكاك اليومي هم خوتو ما يتلاقوش بالضبط فانا ما نقدرش نلزم زوجة اني بالضبط نعم. بالضبط نعم. ايه فهذا مشكله كبيره اكيد بالضبط مرات انت يكون عندك عبء مادي يعني تصرف شويه اجاره وكذا احسن من شاري راسك صح وشاري راسك صح مزبوط هو الموضوع كبير دقيقه بس في حلقه ثانيه حلقه ثانيه كذا لو كانت عندها نقطه تبي تطرح لا انا نبي نقول في حاجه ان زي ما انت عندك ابو وام وتبي تبر بيهم حتى الكنه تبي حتى هي مسكينه عندها ابو وام تبي تبر بيهم يعني لو تمشي نهار الجمعه ولا السبت ولا يوم عطله ويقعدوا يعايروا فيها بهذاك اليوم بالضبط والله بجديات يعني فحتى يعني زي ما انت عليه وتوقع انا خلوا حلقه ثانيه نتكلم عن النقطه انا الحق يا ربي لله فيه احنا نتكلموا على الكنات للاحظ فيه ان الكنه هي اللي تنظلم لما تجي مثلا البيت الاهل لان زي ما قلنا الام تحب ولدها صح. مع ان العكس لما تمشي حوش جوزتك ام وابوه حيقيموك فوق راسهم نعم صح حيعاملوك معامله ثانيه انا بس انا بنسيب ولا ابن عمي قريب انا بس في اقل من دقيقه انا عندي عزوزتي نقول لها امي ومش تملقا ولا نفاق لانها هي امي وان شاء الله يا رب عمامه كل بنيه زي ما نقول فيها لانها من يعني هي سيده كبيره في السن وغير متعلمه ولكن فيها حكمه الدنيا كلها سيده هي انا نحبك في الله هلبة وانا سعيده انك انت يعني تعاملي فيا ممكن اعز حتى من بناتك امي مريم ان شاء الله يطول عمرك حتى ميمتي حتى عزوزتي والله العظيم زي العسل قسما بالله تحطيه على الجرح يبرأ ربي يحميها ويخليها تاج فوق راسها سلم سلم طبعا الفقره مازال احنا حنديروا موضوع ثاني وراسنا شنو ممكن نتكلموا فيه صح. بس انا قاعده نقول يعني الام تنحط على راسها طبعا والراجل اللي أكيد. اللي بار بوالديه ما تخافيش منه طبعا راهو حتى صغارك يشوفوك انت شديني بالفعل في حناهم وكما تدين تدان والحل النهائي للمشكله هذه ان الزوجه تعتبر ام الزوج كان امها زي ما تحمل في امها ومزاجيتها وتقلباتها نفس الشيء وكذا في تعتبرها كان امها بس من ناحيه البر حتى هي وكذا فالحياه حتكون حتى انا ما عجبنيش كلامكم على الاخوات بس بخلوه حلقه اي والله صح واحنا نبغى الناس حتى نبغى الناس يفكروا معنا في الفقره يعطونا افكار الحموات احنا نقولوا باللي ايوه نبغى فقره على الصبيات كل مشاكلكم الصبيات الحموات مش الكنايه نحن نقولوا صبيات نقولوا صبيه ايوه صبيه يعني ما تاخذ حق العمه لا تاخذ في حق لا 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 يا بلا سعاد زعما ان شاء الله ربي يحفظكم من بعض ويبعدكم عن المشاكل ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين ترجعوا الحلقه الفقره الجايه لان حتكون معنا الدكتوره الشخصيه الحساسه كيف تتعاملوا معاها يعني باختصار على الاستاذه سعد الحمادي
تلاقوا بعد الفاصل مش رد. مع بداية كل يوم جديد نحب نرسم التفاصيل الفرح في كل زاوية من يومي. يوم اللي نكون فيه واثقة من نفسي واختياراتي وين ما مشيت. عشان هيكي ما فكرتش مرتين، ببساطة لأني اخترت مافي. اختاري مافي وما تفكريش مرتين. هذا البرنامج برعاية الشخصية الحساسة، شن صفاتها وكيف نقدر نتعامل معها؟ طبعا ما فيش غير الدكتورة آية حتعرفنا، نرحبوا بها. مساء الورد. مساء الفل. مساء النور. كيف حالكم؟ الله يخليك. تسلمي حبيبتي. من عام أول ما شفناك. اي والله كيف حالك بعد السنة اللي فاتت؟ استفزاز لسعدة، قلت لك حارق لها اعصابها. سعدة ما تحبهاش، عرفتي؟ يقول لك طفيت الضي وولعتها، جت سنه جديده، خشيت عرفتي باي خلف الموضوع. معلش كنوع من ال بس التكرار بتاع كل سنه. كيف حالك من السنه اللي فاتت؟ الحمد لله. وين جيتي؟ وحشتك. قلت لها تعرفي قد شني؟ معقوله سنه ريا مريتك؟ مش معقول. تو احنا الفقر قبلك السيد كمال طبعا تطوع بروحك، سبحان الله الناس يتطوعوا معي. قلنا له الموضوع الشخصية الحساسة، قال لي معناها سعد الهمالي. ابدا خذ سلم. ابدا صفقولها بالله. واخيرا انتصرتي يا سعد. يعني واخيرا يعني اصلا اليوم شو سبب اختياري للموضوع؟ بنحكي الموقف اللي صار بيني وبينك. سعد منزله بوست لدكتورة تتكلم على الشخصية الحساسة، فهي قالت نحس في روحي اني انا شخصية حساسة، فقلت لها مالكش اي علاقة بالشخصية الحساسة، وانا بدي اثبت لك هذا الشيء اليوم. بس هي يا دكتوره معلش سامحيني نقطع كلامك حبوبه، سعده يعني تحس فيها مواقفك تتحسس يعني تيجي تبكي وتضايق منها، تشوف موقف مراتك يعني نحكوا على هذه المعلومه اللي فاهمينها غلط. سلمى انت تروح تعرف اني قديش نتحمل. انا عرفتك تتحملي، لكن تحس فيك حساسه هلبه مرات تشوفي قطوصه، ولا تتذكري القطوصه اللي مره شفناها تمشي تعرج شوي الدمعه في عينها. استنى شوي خلينا نوضح. في فرق بين شخص حساس والشخص يحس بالآخرين، عنده عاطفة جياشة. نعم. سعدة من الناس. أنا سعدة شخصية عاطفية. سعدة دمعتها قريبة. سعدة تحس بالآخرين. سعدة لو في إيدها تساعد اللي. نعم. يعني مش قاعدة نجامل فيك سعدة، هذه حقيقة يعني، هذه أنا قاعدة نقول فيها. يعرف سعدة حيقول نفس الكلام يعني صدقا يعني. وأنا نوجه لك تحية يا سعدة، لأن الناس اللي ما تعرفش سعدة الناس لا والله كلكم فيكم الخير بجد يعني. كل واحد بالعكس، أنا نتمنى
كل واحدة فينا في نقطة قوة نقول الله يا ريت يا ريت عندي، يا ريت لما مثلا نقدر ندير. ونحن نقول في نفس الكلام عليك سعدة، بس نقول لك حاجة سعدة، أنت الناس اللي ما تعرفكش تقول لا شخصية جامدة، شخصية قوية، أنت عاطية المظهر هدايا، لكن أنت من الداخل مش هيك أبدا، يعني أنت بالعكس شخصية عاطفية، بس عندك قوة، لكن القوة الداخلية هي عاطفية مش فكرية، يعني نقدر نقول. طيب هذا الخلط منين جاء بين العاطفي والحساس؟ أكيد في صفات مشتركة. نقول إن التربية لها دور، المنح المحن متاع الحياة حتى هي لها دور، فممكن خلوه حلقة أخرى. تمام. اليوم أنا قررت إني خلي عنوان الحلقة على الشخصية الحساسة لسبب إني نبي نثبت لسعدة إن هي مش شخصية حساسة، هي شخصية تحس بالأخر. اختبار صح؟ في اختبار. واضح الموضوع. أول حاجة نبي نقول لكم إن الشخصية الحساسة تمثل 20% من الناس حول العالم يعتبروا حساسين. يعني بس عدد لا تعتبر نسبة باهية. نسبة كويسة يعني. وإحنا ندرجوا فيهم تحت مصطلح اسمه الـ HSP أو الـ Highly Sensitive Person. هادو الشخصيات إحنا كمجتمع عربي نعتبروا فيهم مدلعين، وهذا طبعا معلومه خاطئه، هم مش مدلعين ولا مدللين، هم جهازهم العصبي فيه مختلف على الجهاز العصبي يعني. عندهم حساسيه زياده للبيئه المحيطه، يعني عندهم جهازهم العصبي مختلف تركيبته وتكوينته على الجهاز العصبي للانسان العادي. شوفي البنات انت قلتي حس وحساس، اني انا انسان حساس عندي عندي الجهاز العصبي متاعي فيه حساسية زيادة، إني إنسان نحس أنا إنسان عاطفي، أنا إنسان شعور لما يصير يعني أيوة مشاعر بالضبط مشاعر. إني أنا لما نشوف موقف هذا طبيعي لكل إنسان لا مش الكل، لا مش الكل، نحكي في المجمل ما نحكيش يعني على الشواذ من القاعدة، في المجمل هذا الشعور الإنساني المعتاد. الإنسان يعني في ناس فعلا عاطفتها جياشة، في ناس لا عادي، وفي ناس عاطفتها جياشة بس من كثر المواقف والمحن يصيرها جمود ما عادش تبدا او في اللي ما يحبش يظهر يعني مشاعره بالضبط. فاني اليوم زي ما قلت لكم نبي نقدم الاختبار، بس الاختبار لسعدة فقط اليوم. الحمد لله يا ربي الحمد لله. تمام. يعني سنه خاشه قلت لك خير بس ما شاء الله. هو اصلا لازم الاختبارات يبدو لي بس على فكره لا على فكره هو الاختبار لسعدة وليا انا، علاش؟ لانني قيمت سعدة انها شخصيه غير حساسه، فاني اليوم بيبان هل انا مدربه محترفه ولا لا. شو رايكم؟ كويس ممتاز. انا واثقه. فنبوا الاختبار لو سمحتوا. طبعا موافقه. انا لا انا موافقه في الراي ان هي مدربه يعني هي ناجحه. سلمها سلوى يعطيك صحة. سلمك. ف شكرا ايناس، سامحينا تعبناك معنا حبيبتي. أنا بنمثل مع الكيمياء شنو؟ أنا قولي شو شربتي؟ طبعا القصة هذه الوردي صح سعدة ولا؟ البنك اللون الوردي شكلها لطيف حتى أنا هذا أنا اليوم بمثل الشخصية الحساسة. أنا اليوم بمثل الشخصية الحساسة تمام وسعدة بتمثل شخصيتها. ففي عندي أيوه شو ما تقدر تجيبيهم حنجيبهم لك حاضر. أعطي واحدة لسعدة واحدة لياني صحتي. تفضلي سعدة. فأنا توا سعدة كل سؤال بنسأله لك أنت في جزء من شخصيتك بتصب شوية مية شوية مش هلبة يعني ما خوفي والله تمام. في شيء بينفجر شيء بيطلع لا ما فيش حاجة بتنفجر تتفاعل اوكي هي مدرسة الكيمياء والله كانت من أروع حلوة 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 المعمل. فأنا توا مشاهدينا الكرام بنحكي على الصفات، الصفات هذه أنتم ممكن تجمعوا معنا كل صفة تكون موجودة عندك دير عليها علامة صح، وبعدين في الأخير حنقيمه إذا أنت من شخصية حساسة أو أنت من شخصية حساسة. شنو يدير صح؟ يجيب حاجة جنبه زي هذه ويصب يصب ممكن عادي إذا يبي يتفاعل معنا فيش مشكلة. أول حاجة من صفات الشخصية الحساسة أن هي شديدة التدقيق والملاحظة، يعني لما تقعمس في مكان ممكن عادي جدا تفصص تفصيص، وإذا سألتيها بعد فترة عندها دقة ملاحظة مش طبيعية، حتى بعد ايام تمشي المكان تقول لك مثلا شوفي سلوى انت شوفي سلوى الصفرة اللي فيها النقشة الخضراء هذه شكلنا اللي بنصب فيها جاي. الشخصية الحساسة طبعا انا بمثل الشخصية الحساسة فيها النقطة هذه اوكي تمام. النقطة الثانية ان هم يدققوا في الاماكن والتفاصيل بحد ذاتها، يعني حتى العناوين يضبطوها بسهولة عندهم النقطة هذه. النقطة الثالثة انه اجتماعي وسهل جدا يكون علاقات، طبعا انا ما درتش اوكي صعب. النقطة الرابعة يحس بالآخرين إنه هو يتعاطف معهم يعني أوكي. النقطة الخامسة إنه هم لما يتفرجوا على أخبار سلبية أو وسائل أي حاجة في وسائل الإعلام فيها أخبار سلبية أو محزنة يتعاطفوا معها. لا هاتي اللي نهى نجاي
الموضوع حسيت يعني شكله المره الجايه بنديروا اختبار لسلوى. ممكن يقعد اسبوع كامل هو ضميره يأنب فيه على خاطر جه احساس انه ممكن يكون ان في حد فهمه غلط. لا والله بالله عليك صح والله كبت يعني صح اوكي يعني مثلا قلتي كلمه معقوله بلاش اسبوع يعني مش اسبوع حتى يومين يعني انا انسانه واضحه من البدايه فهمتني غلط مش غلط انت فهمتني صح بس تعرفي ان اني مدربه محترفه ما شاء الله قلتي تمام كل احنا ثلاثه حساسات بنطلع وسعد الشخصيه الحساسه ما تحبش المواجهه بالعكس لا 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 انت بالعكس ما تصبيش ما تصبيش صبيت على الخاطر المواجهه تمام تقدر الشخصيه الحساسه ما تقدرش تدافع لروحها لا لا سعده انت تدافع لروحك وبقوه ما تصبيش ما تصبيش ما فيكش تصبيش ما فيكش مش مركزه بالصيف كل ما المخرج هي تبي تطلع روحها حساسه تبي تطلع روحها حساسه يفكر ويقلق بشان ما يفكر فيه الاخرون يعني شنو يقولوا عليا شو رايهم فيا ولا يهمني شفتي اوكي يواجه صعوبه في تقبل ردود الفعل الانتقاديه حتى ولو كانت بناءه انا اللي نعرفه على سعده ان تتضايق من التعليقات لكن تعليقات النقد البناء تحبه يعني هذه نعرفها في سعده مفكر فيها بالضبط يبالغ في ردود الفعل احيانا نحو الامور الاستفزازيه اوكي احيانا ايه صح أوكي. هذا لانك انت شخصيه هذا لانك انت شخصيه عصبيه لكن انت هدف من اهدافك تنحي العصبيه ليش بس انا هذه بتنحيها لا بتنحيها انت مش كتبتيها نهار الابيض ما كتبتش مذكر قاعده مذكر مذكره ديروا لها عقاب مفروض عقاب جماعي لا كيف انتم زوز عقاب جماعي يشربوا القاروره مفروض ولا النقطه اللي بعدها ان يحب الفنون والابداع والجمال نعم نعم يحب ممارسة الأنشطة الفردية زي السفر وممارسة التمارين الرياضية بس بشكل منفرد مش جماعي حسب ما عنديش قاعدة ثابتة أحيانا نحب بروحي وأحيانا تمام ما يشملكش معناها سريع الحزن والانسحاب ويميلوا للانسحاب يميلوا إن هم علاش يميلوا للانسحاب لأن الناس تفهم فيهم غلط مش عارفة كيف تتعامل معهم فديما دكتورة يحاول ينزو شكل في ناس هنايا لا ما أظنش سلوى أنت حتى أنا لا أنا ننسحب موضوع ليه بنلقى فيه خساره لي واللي غيري لكن لا هلبا صفات مش فيك مش فيك لا مش في سلوى البكاء على ابسط الامور تمام مش ابسط بس حتى انت تبكي على ابسط الامور انا لا انا هذه الشخصيه الحساسه اه شخصيه انا مكتف الشخصيه الحساسه تمام تمام مش ابسط يصعب عليهم ما تصبيش لا مش ابسط ابسط الامور يعني اي حاجه تلقي انها بس يومين تبكي تقريبا يعني تبكي بسبب انه في اسباب يعني يصعب عليهم التخلي عن الافكار السلبيه ديما في راسهم افكار سلبيه سهل جدا ينصابوا بالتوتر والقلق بشكل سريع يعني ديما عندهم اعراض جسديه زي الاجهاد والصداع الامور هذه ديما مصاحبتهم انا ما صبيتش انا يمروا بايام عصيبه تاثر على عاداتهم في الاكل وفي النوم يعني لو هم من الناس اللي ما ياكلوش فجاه يولوا ياكلوا هلبا لو هم من الناس اللي ما يرقدوش يبدوا يرقدوا هلبا تمام يقارن نفسه بالاخرين وديما يستصغر في ذاته يسعى جاهدا الى ارضاء الاخرين حتى لو فوق من طاقته يصعب عليه رفض طلبات الاخرين يتردد في اعطاء رايه واتخاذ القرارات بل بالعكس مرات حتى الاخرين اللي يتخذوا عليه القرارات تبي نص ستره ثانيه إيه 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 إيه. عرفتي مزال ما يحبش المغامرات وفي نقطة ثانية شخصية صعبة يخشى الرفض لهذا السبب سعدة أبدا أبدا مش شخصية وأخيرا فازت وأخيرا فازت سعدة هي شخصية عاطفية شخصية عاطفية شخصية حساسة أبداً حساسة المسمى غلط المسمى بس غلط. كنا في خلط الشخص العاطفي اللي هو شخص فاهمين المفهوم غلط بس في خلط ايه في خلط في المعنى حتى الكلمة سمحة تحسيها حتى حساسة حلوة ما هو أنا لهذا السبب أنا نعترض يعني في مرهف الحس في كثير من المدربين يقول لك لا بأس أن تكون شخص حساس أنا لا في بأس أنك أنت تكون شخص حساس لأن في صفات مش كويسة الشخص الحساس للأسف الشديد لو هو ما عالجش الحساسية متاعه
حيفقد حلقة التواصل مع الآخرين وحيلقى روحه بروحه يخش في اكتئاب ممكن وأمراض نفسية ثانية. تعرفي لو هو الشخص الحساس مثلا على سبيل المثال، أنا فيما سبق كانت عندي زميلة في العمل حساسة جدا. في الأول أنا كنت متعاطفة معها ونساير فيها، لكن توصلي لمرحلة أنك أنت ما عادش طاقتك استنزفت، كل شيء تزعل عليه، كل شيء مش عاجبها، كل شيء ديما عايشة في حلقة إن هي عايشة دور الضحية ديما مظلومة يعني. فلما تبدا زميلة عمل انا بندير معها عشان يحدوا، لكن لما تبدا اخت قريب في الدائرة المحيطة الدائرة الاولى هنا يبدا في صعوبة. فانا اليوم كلامي ممكن وقت الحلقة مش حيساعدني اني نعطي نصائح كيف بنتعاملوا هو عشان يعني ممكن اول مرة حد يقول لي معلومة انت مش حساسة. لا مش حساسة جد فرحانة هذا دليل فرحانة. إيه بالعكس لما تسمع صفاتها هي تقول الحمد لله أنا مش هي. ممكن يسأل الناس مش فاهمة بين كلمة حساس وعاطفي، هم يقولك أنت إنسانة حساسة يعني إنسانة عاطفية، هذا المقصود يعني. يعني مش بس مش هذا بس الدليل على إنك مدربة قوية حبيبي يعني. نعم فعلا بس فعلا أنا من النقاط اللي تعلمتها منك وكتبتها حتى على صفحتي إني أنا دماغي بدأ يشتغل في الحل، يعني تصير معي أي مشكلة صغيرة كبيرة معش نغرق فيها. نعم. الكابتن بنوك على الكابتن السوداء. نعم بديت دماغي على طول شنو الحل، على طول هو بيحل يطرح لي. وهذا هو اساس التدريب يا سعده، ان احنا نغير طريقه تفكيرنا بالضبط مش اكثر. بس سؤال بس معلش سامحيني، لو حد لقى في يعني لقى في كم نقطه من النقاط اللي انت قلتي لقى روحها فيها هذا تو بنتكلم فيه. تو شوفي يا سلوى، أنا الشخصية الحساسة إذا اليوم المشاهدين الكرام داروا معنا الاختبار ما بيكش تزعل إنك أنت طلعت شخص حساس أو أنت طلعتي شخص حساسة شخصية حساسة، بس أنا نبيك تفيقي إن راني أنا قاعدة نأدي في نفسي ونأدي في الآخرين، أنا راني في المستقبل بنكون بدون علاقات اجتماعية. صح. لأن راجلي ممكن يتحملني يوم اثنين سنة سنتين بعدين بيفل. خلاص زوجتي بتتحملني، في رجال على فكرة حساسين بس نسبهم قليلة. هي المعلومة قداش 1%؟ لا هو النسبة ما عنديش حقيقة باش نكون معك صريحة، بس أنا بناء على الناس اللي ندرب فيهم نلقى مثلا في وسط مثلا 50 رجل نلقى واحد حساس. عرفتي؟ وتلقيه هو الشخص الحساس هذا أمه مربياته أنه هو يكون هيك، لي علاقة بالتربية. فأنا اليوم نبي نوجه معلومة ممكن مش الكل يعرفها، إن في حاجات تزود الحساسية ولها علاقة بروتين الحياة اليومي. يعني مثلا الشخصية الحساسة لو رقدت في مكان ضاوي ثاني يوم حتكون حساسيتها زيادة على اللزوم. سبحان الله. لو رقدت في مكان دوشة برضو نفس الشيء، مزاجها بيكون ثاني يوم عندها تحفيز إن هي تكون حساسة زيادة على اللزوم، مرهون بالجهاز العصبي الحساس يعني. إن هي لو تعمل تحت الضغط، يعني لو أنا مدير وعندي سين من الموظفين أنا حكمت عليه إنه هو شخص حساس، ما نجبرش إنه هو يشتغل تحت الضغط لأنه مش حيشتغل وحتزيد حساسيته وحيصدع لي راسي بالحساسيه. هل يوصلوا مرحله يتناولوا علاج ولا الموضوع بس يتعالج سلوكيا؟ يتعالج سلوكيا يعني ما ياخذش دواء، بس في سين من الناس ممكن لو وصلت اكتئاب يوصلوا يعني. للاكتئاب للاسف الشديد. لو انا مثلا عندي طفل حساس وانا حكمت عليه بناء على الصفات ان انا اليوم انا بناء على الكلام اللي قالتها ايه طفلي حساس، كيف بنتعامل معه؟ ما نضغطاش بامور زياده على اللزوم، نعطي طلب طلب يكمل الطلب الاول نطلب منه الطلب الثاني. حتى المعلمات على فكره لما انا نعرف ان انا عندي طالب حساس لازم اتعامل معاه بشكل مختلف. الصوت العالي ما يتحملوش الصوت العالي، يعني لو مثلا حضرت مناسبه اليوم مناسباتنا طبعا دج 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 صوت عالي حتى الهدرزه حتروح عندها حساسيه زياده ممكن تدير مشكله في الحوش، وثاني يوم بالكامل حيكون وهي سلبية للأسف. إحنا ثاني يوم القهوة وبنقعمز يأثر فيها صوت عالي. الروائح القوية سبحان الله حتى استفزها الجهاز العصبي متاعها لأنه استفز والأماكن المزدحمة. يعني إذا أنت عندك صديقتك حساسة تجنبي أنك أنت تديري رائحة قوية، تجنبي أنك أنت تتكلمي معها بصوت عالي، تجنبي أنك أنت تقعمزيها في مكان فيه دوشة. هذه الامور كلها وحتى الضوء المباشر، الضوء اللي هو يبدا هو ضوء الاستوديو هذا ما كشفات يعني الشخصيه الحساسه تتاثر فيه، فممكن هي طالعه معك جوها مليح فجاه تقلب بالحساسيه متاعها لان في حاجات حفزت لها الجهاز العصبي متاعها. سبحان الله. فاذا انت اخي الكريم او اختي الكريمه اذا انتم من الشخصيه الحساسه حاولوا تتجنبوا الامور هذه باش انتم تتجنبوا الحساسيه الزياده. وإذا في حد من عائلتكم أو أصدقائكم شخصية حساسة إحنا ما عادش نقولوا مدلع أو مببي أو صدع لي راسي، لا نبدو نتعاملوا معاه بشكل مختلف لأن
اليوم فهمنا علاش هم حساسين. فعلا صح جميلة والله. جميل. تك صحة جميلة. تسلم يا دكتورة، معلومات جدا قيمة صراحة. بس يعني ضيفة الفقرة الجاية والفقرة الأخيرة من للا، اللي حساس واللي مش حساس واللي يحس واللي ما يحسش، فعلا الحيط لازم يتفاعل مع القصة الجاية. نتلاقوا بعد الفاصل. مع بداية كل يوم جديد نحب نرسم التفاصيل الفرح في كل زاوية من يومي. يوم اللي نكون فيه واثقة من نفسي واختياراتي وين ما مشيت. عشان هيك ما فكرتش مرتين، ببساطة لأني اخترت مافي. اختاري مافي وما تفكريش مرتين. هذا البرنامج برعاية لكل قلب حكاية. بس حكاية اليوم غير عن كل الحكايات. حكاية اليوم تقول إن القوة مش إنك تكون قاسي، القوة مش إنك تتحمل بس ظروف، القوة مش إنك تعيش مآسي معينة، القوة إن رغم كل هذا مازال قلبك حي ومازلت قادر تعطي الناس الدعم وتعطي الناس الدفع. نعم. وش رأيك سلوى؟ طبعاً ضيفتنا اليوم قوية جدا جدا جدا، إيجابية جدا بطريقة غريبة. أنا عن نفسي لما نكون زعلانة ولا لما نكون متضايقة ولا هيك مر علي حاجة بسيطة، نقيم التليفون ونقول ألو، خلاص مجرد نسكر ولا كأن في حاجة صارت. فهذه مش قوية وبس، هذه ما فيش وصف. نحن حبينا نبدو بها العام الجديد. نعم. أكيد شخصية مش عادية، تستاهل تستاهل تكون في العام حتى الجديد. لما أشوف صفاتها في الفيس ونقرأ في المنشورات متاحة، يعني تعطيك طاقة إيجابية غير عادية. صح، ربي يحفظها بجد. اللهم آمين يعني يا ربي. شخصيتنا لليوم ملهمة. نعم. بالدرجة الأولى، والكل بعد ما يسمع قصتها حيتمنى يكون في نص شجاعتها. صح، هو قبل ما نسمع قصتها احنا كان لنا الشرف ان هي الناس اللي متابعين لنا ان هي كانت جزء من البرنامج وما زالت، وشيء قليل جدا. بس فعلا تلفزيون سلام حب يكرم السيدة هذه وحب أن يخلي لها تذكار ممكن تتفكرنا به. جميل. وأقل حاجة يعني. أقل حاجة جد يعني لفتة حلوة. نسمع صاحبة القصة. شكرا. طبعا كفيت ووفيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا في البداية حابة نعرف بنفسي للناس اللي ما يعرفونيش. فاطمة الأحراري، خريجة تربية وعلم نفس جامعة الزاوية، أم لطفلين معتصم بالله ورحمة،
وبنت لأم عظيمة، يعني ممكن كل شخص يشبح في أم عظيمة، بس أنا أمي غير نشبح فيها. إنسانة قوية، إنسانة علمتنا إن لما نطيحوا لازم نوقف على طول ما نستنوش، علمتنا إن ما فيش حاجة اسمها ضعف، حاجة اسمها انكسار. في حاول مرة واثنين وثلاثة بإذن الله لين توقف على رجليك وتنجح. للي يعرفوني يعرفوني زميلة سابقة ممكن ليكم، وكان لي الشرف إني أنا كنت في وقت من الأوقات يعني ضيفة، ويعني من تصاريف القدر سبحان الله الموسم الأول ضيفة، الموسم الثاني زميلة ليكم، والله كنت متشرفة جدا بالكرسي هذا والجلوس عليه. الموسم هذا أنا ضيفة، وأنا مانيش حاسة أني ضيفة، أنا حاسة أني من أهل الدار ما زلت، وحنحكي قصتي اللي نتمنى ممكن أنا حكيتها المرة الأولى وفي ناس يعرفوا قصتي، بس الأحداث اللي صارت واللي تسارعت خلتني حابة نرجع تاني لعدة أسباب. استوقفتني عبارة قريتها فترة مرضي في المستشفى، تقول هي في كلمة، كلمة الأمل تقدر تحوليها لألم وتقدر تحوليها لأمل. فممكن الجانب السلبي كان هو أكثر طاغي من الجانب الإيجابي، بس أنا حبيت أن الجانب الإيجابي هو اللي يكون هو اللي حنخلق منه أنا شيء ونطغى به على الجانب السلبي. طبعاً عفاكم الله، تلاني الله والبلاء من ربي، حلو وجميل وليه لدة سبحان الله على كتر ما نقوله، هو ابتلاء وفيه ألم وفيه مسكنات وفيه وجع وفيه في كل شيء، بس فيه لدة والله، يعني أني أنا مريضة فيه لدة جميلة. تلاني الله طبعاً عفاكم الله بمرض السرطان، وكان من نوع الخبيث، نوع ساركوما اسمه، أحياناً يتكرر مرة واثنين وثلاثة وأربعة، وأحياناً فجأة يوقف، يعني يقرر إنه هو خلاص. فأنا كنت من الناس اللي حباها الله ولله الحمد إنه هو يتكرر معي ثلاثة مرات. المرة الأولى في 2017 رحلة علاجي بدت، داروا الاستئصال للورم الحمد لله، في 2018 رجع الورم تاني، وكان من بين الاحتمالات إنه في احتمال، كان طبعاً في منطقة الكتف، كان في احتمال إنه هو ممكن بتر اليد، فكنت متقبلات الموضوع لكن عليه مضض، يعني جزء من جسمي بنفقد، يعني ما هوش شيء سهل نهائيا، فكنت ديما الاحتمال هدايا مستبعداته. طبعا درت استئصال المرة الثانية والحمد لله، وقعدت ناخذ في جرعات كيماوي، وحسيت إن أموري كويسة، وأطفالي كانوا في ليبيا مع أمي، بعدين جبتهم، يعني صغاري في مكان وأنا في مكان، تم شمل عائلتي ولله الحمد. ولله الحمد لتالت مرة يرجع الورم، بس للمرة هذه لما رجع ما رجعش يعني في منطقة الكتف، بس كان راجع مع انتشار طبعا في الرئتين، وكان على سطح الرئتين. يعني أنا حابة نحكي بالتفصيل، مش حكاية إني أنا نبي، أنا حابة للي يبي يستفيد، لأني أنا قصتي المرة الأولى لقيت هل بستفادوا من قصتي، حسيت أني أنا حطيت شوية بارقة أمل، فعسى ولعل أن التفاصيل الدقيقة هذه اللي بنحكيها أن تكون ممكن تساعد غيري. طبعاً المرة الثالثة للأسف انتشر، فالدكتور قال لي يعني إحنا ممكن توا قادرين أن نسيطر عليه، يعني أنه هو على جدار الرئتين، فياريت نديروا العملية توا قبل ما أنه هو يستفحل، وللأسف إحنا حنبتروا الكتف. فقلت له قدر الله وما شاء فعل، كان معي زوجي فاعترضت طبعاً في البداية، قلت له قدر الله وما شاء فعل، مدام الثالثة خلاص قال إحنا منبوشنا يوصل لعظم ويوصل لإمكانات تانية، عمود فقري أو ينتشر في كل العظم. يوم 19/6 لقيت في المستشفى 2020، يوم 20/6 درت عمليتي، توكلت على الله. طبعاً كانت نسبة نجاح العملية 50%. أطفالي طبعاً عمرهم 6 سنين و7 سنين، قعدت معاهم، يعني ممكن في اللي يقولي على صغر سنهم، لا الأطفال أذكياء ويفهموا. قلت لهم ماما أنا مقايلتكم قبل إنه ممكن الدكتور بينحي لي إيدي زي طرف السيارة لما ينحوه في الورشة، حاولت مبسطة يعني لعقولهم. فبنتي ماما أنا خايفة، وولدي طبعاً أخذها بلقطة بريئة، قال لي يعني أنت بتولي تو المرأة الخارقة ماما،
معناها انت تو بتتنحى يدك هذه بتركب يد ديجيتال وبرص وبطن بيطلع كابتشينو. قلت لها كابتشينو هلبه يعني خلي امالك بسيطه يعني خلينا عليه. فقلت لها المهم ماما انا بتنحى يدي وبنجي من غير يد لفتره وبعدين الدكتور بعد ما يعاين يدي وتشفى حنرجع نركبها. فتقبلوا الموضوع طبعا ان هم مش فاهمين. لا اله الا الله محمد رسول الله. توكلت على الله، خذيت صور مع صغاري، كتبت لصغاري، بديت لهم مجلد، صورت لهم فيديوهات. الأعمار بيد الله ولكل أجل كتاب. مش أنا نسبق في أجلي، بس حبيت لقدر الله لو ربي خذي أمانت أني نخلي شيء يتفكروني به. توكلت على الله ودرت عمليتي. طبعا فقت تاني يوم العملية، قعدت 7 ساعات في العملية. نتفكر أول ما حليت عيني والله يعني أول كلمة قلتها شبحت للجهة اليسار وقلت لله ما أخذ ولله ما أعطى، يا ربي ثبتني. وقعدت إني أنا نستغفر نستغفر يعني لأن رقدت مرة ثانية ونفيق على البنج نستغفر. وسبحان الله الليلة قبل العملية يعني جاني منام إني نحلم إنه كأن من يقول لي الآية بسم الله الرحمن الرحيم وما ظنكم برب وما ظنكم برب العالمين. سبحان الله قداش استبشرت بها الآية هذه وحسيتها كأن برد وسلام كانت على قلبي. درت العملية، قعدت 50 يوم طبعا في المستشفى. طبعا ما كانتش عملية واحدة، كانت بتر لليد وللأسف الشديد لقوا النواصل في الكتف فانبترت الكتف واليد طبعا وعدم الترقوع. كان البتر بالطريقة هذه اللي شايفينها حاليا، هذا اسفنجة مؤقتة ما حطوها ليش الدكاترة، أنا درتها بروحي لنكمل طبعا ناخذ جرعات كيماوي نكملهم وبعدين بإذن الله هنخش في برنامج اليد البديلة. طبعا ال50 يوم هادو الدكتور قال لي بعد شهر، من شهر ونص لشهرين تشدي صحتك، لأن خشيت وزني 57 لما طلعت وزني 45 يعني كان ضعفت هلبة، بنيتي كانت ضعيفة هلبة. فقال لي نفوته من شهر ونص لشهرين حتى نخشوا على العملية للرئة اليمين. فاللي صار لي إني أنا 10 يوم من عمليتي صار لي نزيف داخلي وانفجار في الورم اللي على الجهة اليمين. سبحان الله يعني نعم الله لا تعد ولا تحصى. بس أنا ممكن جربت شيء، جربت نفس. وصلت لمرحلة إني أنا أمنيتي في اللحظة دي كان أخذ ربع شهيق، مش نبي شهيق كامل، نبي ربع شهيق باش نحس إن فيه هو ربي الطبيعي اللي إحنا كل يوم نفيقوا الصبح ومش حامدين ربي على نعمته وما نقولوش الحمد لله. نتمنى إن أنتوا الموضوع هدايا تفكروا فيه معاي، لإني أنا بجديات. ليش قلت لكم الألم والابتلاء فيه لدة؟ لإنه يخلينا تنفتح عيوننا ينكشف حجاب على أمور إحنا كنا نشبح فيها عادية. طبيعي إننا بنوض الصبح بنمشي على رجلية، طبيعي. طبيعي بنوض إننا بنتنفس، طبيعي إني بنعطس عادي. أنا ما نقدرش نعطس عادي، لو بنعطس عادي بيصير شيء عندي هنا، لإن الجوع حتى عافاكم الله ورا مع الحجاب الحاجز وورا مع الجدار القلب. والحمد لله من نعمة ربي إن كبدين متكونين ونحوهم. أنا العطسة بدت تشكل لي في مشكلة كبيرة، لما بنعطس نبدأ يحليلي يا رب إن شاء الله ما نعطسش. فهذا ليش قلت الابتلاء حلو. وصلت مرحلة إني أنا قعدت 20 يوم بالأكسجين الصناعي، مانيش قادر نتنفس طبيعي نهائيا، لازم بالأكسجين الصناعي. وصلت إني بدأت نكتب كتيبة، وبعدين وصلت لمرحلة الأكسجين نقص في جسمي إني حتى الكتيبة معاش قدرت نكتب. طبعا لما صار لي النزيف الداخلي نسبة النجاة كانت 0%، ما كانش في نسبة نجاة نهائيا. كانوا أخواتي معاي حبيباتي ربي يحفظهم يطول في عمرهم، كان زوجي وكانوا الزواج أخواتي معاي. فلما أختي الكبيرة يعني كلمت الدكتور قالها إحنا الأمل في الله، إحنا بنحاولوا نديروا اللي علينا، بنحاولوا لو لقينا كيف ننقدوها، بس أنتوا ادعوا لها. قلت لها بهي النسبة، قالها ما فيش نسبة، في 0%، خلي من تو نكون واضح معاكم. خشيت العملية، قعدت 3 أيام في العناية المشددة، ومن نعمة الله ومن حمد الله ومن دعاء الناس ومن المسجات ومن المنشورات اللي نزلت، أنا مانيش عارفة الكم اللي بنشكره الناس اللي سخرها لي ربي. فعلا دعاء في ظهر الغيب يغير من الأقدار هلبة. الدكتور قال إن أنا معجزة إني أنا فقت وقدرت نتحرك.
طبعا بعد فتره في العنايه المشدده رفعوني الحجره متاعي، كانوا راكبين فيها 8 طبوات، طب في خشمي، طبوان في رقبتي، طبوات من هنا، طبوات من هنا. فانا كان الشيء الوحيد اللي نقدر نديره اني نتلفت بعيوني يمين ويسار والا نحرك صباعي، فكنت نصلي يعني بصباعي، واحيانا نعجز بصباعي ان نصلي بعيوني. فكنت بيني وبين نفسي نقول لو كان نقدر بس نوصل لهذيك الطاوله. يعني الانسان قدام قدره الله عز وجل سبحان الله، فوالله نعمه الصحه ما يقدرهاش الا اللي يوصل لمرحله انه هو فقدها او قارب انه هو يفقدها، ولله الحمد. والحمد لله دعاء الناس ما خلاني حد، الناس الغريبه اللي زارتني في المستشفى، يعني سبحان الله الكم من الحب، الكم من الاهتمام، الكم من المراعاه، الكم من الانسانيه. يعني في ناس خشوا علي انا ما نعرفهمش شخصيا، لكن هم عرفوني انسانيا من خلال قصتي. السعاده والحزن قرار مش اختيار. نقدر نختار اني انا نقدر نقرر، مفرض عليا اني انا الوضع هذا نحطيت فيه، بس اني انا نشبح للجانب السيء ونقول يدي مبترت. وانا انسانه كنت شغوفه بالمطبخ هلبا، ممكن سلوى انت تعرفي الحاجه هذه وانتم تعرفوها، ان ايدي مبترت، اني كيف بنطيب، اني كيف بنلبس صغاري، اني كيف بنمشط شعر بنتي، اني كيف بنسكر لها بطمه متاعت سوريا. يعني هي الامور الدقيقه اللي اي ام اكيد تفكر فيها، كيف بنلبسها شخصيرها، كيف نتحرك، كيف بنطلع، كيف بيشوفوني الناس، كيف بنقعمز مع الناس. انا كنت ولازلت كتله من طاقه والحيويه، فحسيت ان جت لحظه الكل امتص مني، فعندي الخيار اني انا نزعل ونتاسف على الوضع هذا، وهذا حينعكس سلبا على صغاري، على عائلتي، على زوجي، على امي، على اخواتي، على المحيط بيا، حينعكس علي انا اول الناس. يا اما كان اني انا نقرر اني انا نكون سعيده ونشبح للجانب الايجابي اللي هو ماما، كلمه ماما ما فقدتش من الحوش. صغاري في حياتي، زوجي في حياتي، امي، اخواتي، قوتي، عمامي، خوالي، صاحباتي، جيراني، صديقاتي، صديقات الغربه، الناس اللي نحبهم في حياتي. اني انا ممكن نغير شيء، ممكن انا كنت مدايره شيء وكنت اللي ندير فيه ممكن ما كانش فيه جانب الصواب، ممكن كانت هذه فرصه توا انا باش نغير فيه. فهذا كله ليش ما يخلينيش انا سعيده؟ انا مش حنحزن، انا حنشبح للجانب الايجابي. انا حنحكي مقتطفات، انتم ممكن يعني مش حنسترسل في حاجه واحده، لان الكلام هلبا ويطول. يوم اللي روحت من المستشفى، اول يوم كنت تعبانه ومسكن، فتاني يوم جتني بنتي عمرها 6 سنين، انا راكده على السرير وتعبانه والمسكن كي متعبني، وقالت لي ماما بنقول لك كلمه حلوه، قلت لها نعم، 6 سنوات رحمه. فقالت لي شعر احلى من شعر عنتر اللي عبله في الغزل، قالت لي يا ماما انت نجوم القمر، وانت شجره حديقتي، وانت شمس عمري، وطلعت تجري. حسيت روحي ملكه، حسيت روحي حاجه كبيره، حسيت ان الغزل اللي انقال فيه ما انقالش في دواوين. ولدي طبعا انا مقعمزه، جير قد على رجلي، هتكلم بالليبي، بالليبي، جير قد على رجلي، فانا نلعب على شعره، عمره 7 سنوات معتصم بالله. قلت له ماما انت شفت ان يدي تو تنحت وانت بتعاوني. فتلفت لي فوق وسب العيونه، رمش بعيونه وقال لي على قلبي زي العسل. والله يعني الكلمه، يعني عمره 7 سنوات وعلى قلبي زي العسل الكلمه، يعني مش لعمرك يا ولدي. ما عرفتش نظم تناكله، قلت له من قال هالك الكلمه؟ قال لي انا قلبي قالها. انفيق عليهم نلقاهم يبوسوا في رجلي الصبح، الايامات الاولى على كتر ما هم فرحانين بيا 50 يوم ما شافونيش. ولله الحمد، ولله الحمد، انا حمد ربي وشاكراته. نصيحة، احنا ممكن مكترين من كلمة ديما، احنا لا اله الا الله محمد رسول الله، احنا ديما الانتقاد اكثر من المدح.
ديما لما بنجولي انسان نقولوا فلان دار لي انا متضايقه منه، انا فلان ما نحبهاش. لكن حكايه اني انا نجي نقول لي انسان اني انا نحبه، بدات في مجتمعنا احنا الليبي لما نقول بني ادم انا نحبه كاني انا حسيت اني نبي نقص. لا ماهوش، ما فيش نقص. انا نحب امي هلبه، انا نحب صغاري هلبه، انا نحبكم، انا نحب اخواتي ونحب اخوتي، انا نحبكم هلبه، مش بس لانكم انتم وقفتوا معي، لا لانكم انتم في حياتي. نحب صديقاتي في ليبيا لان كانوا ظهر ليا، نحب صديقات الغربه اللي في تركيا لان كانوا ظهر وسند ليا، نحب صديقاتي اللي في اسطنبول بصفه عامه حتى اللي ما نعرفهمش لان كانوا سند ليا وهم كانوا ما يعرفونيش. وحنخلي نصيب الاسد، نحب عمامي، نحب اخواني، نحب جيراني، جيراني ما خلونيش اللي في ليبيا. حنخلي نصيب الاسد لزوجي، انا نحبك وانا مانيش خجل اني نقول اني انا نحبك، ومانيش خجل اني نقول انك انت تاج راسي. مع بداية كل يوم جديد نحب نرسم التفاصيل الفرح في كل زاوية من يومي. يوم اللي نكون فيه واثقة من نفسي واختياراتي وين ما مشيت، عشان هيكي ما فكرتش مرتين، ببساطة لأني اخترت مافي. اختاري مافي وما تفكريش مرتين. هذا البرنامج برعاية